كل العالم كانت نايمة، كنت أول واحد واعي وقعد بالتخت. يا شباب، محمد ربيع، يلا قوم قوم، الساعة 10 تأخرنا ساعتين، قوم فاتك اثنين بالحيط، قوم. أنا طبعاً مالي خلق تعبانة بينام. دمجر بغضب. يا عقول لا، نسيت إن اليوم عندنا تحدي. إلى حرب المطاعم والفنادق. أول ما طلعنا صراحة شفت الصاج صاج، يا الله صاج لك، حط كل شيء فيه. وأول مرة في حياتي أشوف كيف يتعمل يعني الرقائق، الخبز اللبناني وكذا القديم. يعني اكسبيريونس تعيشها، يعني انا كثير انبسطت فيه. صحتين شباب، كله راح تروى، واقف عم يتروى مرتاح على وضعه، بس مش عاتلين هم انه صار حتصير الساعه 10 12 لازم نستقبل الزباين، ونحن بعد ما احنا فات على المطبخ. باب ايه، عم حس انه مالحه، ما بعرف انا اكزيكتيف شيف، ما في نهار بحس انه بيمر نهار وانا ماني اكزيكتيف شيف. اياه ما حط له شيء لا ملح ولا شيء. جبت الزره وخلصنا، وبعد كده نديت له، قلت له تعالى انا جبت الزره، تعالى شوف هنحط ازاي. حطينا الزره، اتبسط منه تمام التمام. قلت له خلاص يلا خش اشتغل، قال لي خلاص يا محمد خش اشتغل في الزيت بتاعك وجهز كل حاجه. مروان، كان عندي شغل كتير صعب عشان تخرج يعني بوغ بلون فرنسي بلمسة أوريونتال لبناني بالكاردامون وبالسيفون مشهينة، وبتسمى كويزين موليكولير. حاولت أعملها يعني بلا برودكت، يعني الكل ناتورال والكل صحي 100%. بدنا نرجع أيام الجامعة. زيح 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 زيح، المسطرة هيدا يعني على طول ضروري بشغلي، لأنه كل شغلنا في شغلات كتير دقيقة. 3 بـ9، أوكي؟ 3 بـ9. هيدي الدقة بالشغل، انه تعطي الزبون كل شخص تعطي نفس الحجم. 11 لـ10 شباب صبايا. نظمت كل اشي محله لانه كنت عارفة ما رح اكون بالمطبخ. باب. نعم. رح بعد 5 دقائق رح اعمل لك سامبل تيت عشان تقدر تعملهم. ايه بليز. نحن قسمنا الشغل انا وسلمى، انه سلمى انت استلم المطعم وانا بستلم المنيو. بالنسبة لصحني انا جاهز عندكم، فينيجريت جاهزة والجمبري جاهز، جاست ديب فرايد صح؟ هتحطوا لي تحته خس ولا شيء تقطعوا لي تحته خس؟ أنت قلت لي سلاد ولا هنحط حده مش تحته. I have to go. صار وقت أفوت على المطعم، رحت نظمت مع الشباب الويترز اللي رح يساعدوني بالمطعم إيش لازم نعمل. المنيو عندنا 4 كورسز، عندنا سوق، بعدين سلاد، مين كورس وديزرت. فرجيتهم المنيو كاردز، ركبنا الساين تبع المطعم. طبعا الوقت قاعد يمر بسرعه، واحنا يعني كلنا الايكيبين جاهزين. ايش سويتوا فيهم هذول؟ الضيوف قاعد يجون، طبعا تفاجأتنا بالضيوف. الطلبه جايين من الجامعه حق الفندقه والسياحه وكذي، فتفاجأت قلت هذيل الحين الله يستر يعني ما يشوف يصير، يمكن هم اللي بيقيمونا. مرحبا، اهلين، كيف حالكم؟ أول انطباع أخذته حسيت براحة نفسية. تحبوا تقعدوا 6 و6 هيك هون؟ الشغل برا الانتر اكشن مع الجاست كثير حلو، الواحد يشوف من وجهة نظر ثانية. صراحة لما شفت جاك بوغسيل رايح ارتحت كثير، انه هو بيعرف الشغل تبع الجاسترونومي واثنين مكرون ميشلان. بونجور، مرحبا، كيفك؟ كيف حالك؟ اهلا. ودخلت مدام جمانة وبوستني، حسيت انه ارتحت انا.
يعطيك العافية لولو. الله يعافيكي. لولو، قبل ما نتعرف على مطعم فريقك خليني أعرفك على حكام الشرف لليوم. معنا من فرنسا شيف جاك بورسيل، صاحب مطعم لو جاردان دي سانس، الحاصل على نجمتين ميشلان للذوق الرفيع. وكمان معنا أشهر الطهاد الفلسطينيين عالمياً وصاحبة كتب لقمة طيبة مع سوزان، الشيف سوزان الحسيني. أهلين. 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 أهلين فيكم. طبعاً معنا كمان الإكزيكتيف شيف بلبنان وبأسبانيا، شيف بول حداد. أهلاً فيك. طبعاً غني عن التعريف طبعاً. شيف جو برزة. أهلاً شيف جو. معنا مدام جمانة سلامة، صاحبة مجلة هوسبيتاليتي نيوز. ومعنا كمان رئيس مجلس إدارة شركة بويكر للصحة العامة، السيد ميشيل بيود. وأخيراً السيد ناجي صفير. أهلاً وسهلا فيك. لولو، تفضلي عارفينا شو عملتوا؟ هو الاسم المطعم أوبرج سيغ ميزور، يعني هو أوبرج مكان بسيط. حاولنا نطور الفكرة ونعمله مطعم جديد. ميسيو ناجي، حبيت الديكور؟ تركتهم مبارح، كان ما كان خلص المطعم وأنا متفاجأ بطريقة كتير إيجابية. بالنسبة للمنيو تبع الأكل برضو نفس الشيء، هو قديم وحاولنا نقدمه بطريقة جديدة. هنبتدي معكم هلأ بأول شيء اللي هو الأميز بوش، عبارة عن الجمبري ملفوف بالشوفو دانج ومقدم بالفينيغريت. أنا اللي عملته هذا، أنا شيف لولو اللي أنا سويته. طيب لولو، خلينا ندوق. نبلش معك شيف سوزان، كيف لقيتي؟ أنا حبيتها والله، متحمسة، بتقرش منيح، وبعدين المفاجأة حبة الريحان أو عرق الريحان جوا بقلبها. كمان بقلبها. Moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était là, il y avait une belle cuisson pour la gambas. Ce qui m'a manqué c'est de la sauce, je trouve qu'il y avait pas assez de sauce, donc c'était un peu après c'est un peu sec. شوي نشف الجامباس، إذا بكون مش هالقد نشف. الصوص كمان بوفر رأي الشيف إنه الصوص شوي قليلة. مدام جمانة، لقيت إنه الاستوى تبع الشمس كتير ناجحة، وحبيت طعمة البازيليك الموجودة كمان، كتير حبيت. هلأ شو رح تقدموا لنا؟ هلأ الأنتري اللي هي حتكون دجاج محشي بالفواجرا. هذا الطبق اللي حضره أحمد. أيوة صوت. أوكي. أول مرة أفوت بطبقة من دون أي ستريس. اليوم حضرت دجاج محشي بالفواجرا معه الخيار الصغير، وعملت جيلي من الخل البلزميك. في نقطة بس كتير حاب أوضحها، إنه وجود الخيار ما تنظف من قلبه أصلاً إكسبري، لأنه مشان يعطي بدي طعم السويتنس مع طعم الأسيديتي، مشان الفواجرا يكون لأنه كتير جرا مشان يعدلوا بعضهم. خلينا ندوق. أنا ما في غير عم بسمع طيب طيب طيب. هو فعلا طيب، كثير طيب. J'aime bien le roulé avec le foie gras, l'alliance du poulet foie gras. Je comprends pas trop l'alliance entre le concombre, le foie gras et la poire. Je pense que le concombre est en trop. Quelque chose qui est inutile dans l'assiette si ce n'est pour amener de la couleur. Ahmed فرجع على تكنيك. بس أنا كمان مع الخيار، لأنه الخيار شوي بيعطي طعم ثقيل مع الفواجرا. الفواجرا على طول عشانه دسم لذيذ معه يتاكل شيء حلو. فالنجاس طيب بس مش حلو كفاية. صحتين. ميسيو ميشيل. البرزنتيشن كتير حلوة تبع الصحن، يعني فعلا يمكن المارياج بين هيدا ممكن كان يتفكر فيه شوي أكثر. صحتين. خلينا نشوف الطبق الثالث. جوري مش هينين، يعني اقول لك انا اصعب جوري شفت من يوم ما بلشنا الطوب شيف. بس متخفف شويه جاك بورسيل يكتشف انه الطبق اللي حياكله ترويت مش صمو عنده في الفلاكارت صمو. مروان يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو حضرت لنا؟ حضرت لكم صمو في ثلاث الوان، يعني ملفوف بالشروج وبالورقة الفيلو بات فيلو، وعملت بوغ بلون ريفيزيتي وبارفيمي بالكاردموم توش اوريونتال، وعملت ايميلسيون تبع البيتروت بارفيمي بالفانيلا. ميرسي مروان. مدام سوزان، كميه
أنا بالنسبة لإلي فور يعني مين كورس لازم يكون أكتر. أنا بس بدي لك شغلي، بس تكوني عم تاخدي فور كورس منيو بعتقد البورسيون البورسيون هيك منيح. أنا رأيي، أنا بقول هذا صحن مشغول، هذا صحن فيه تفكير، أنا كتير عجبني. الصمول الكويسان طبعه منيحة، البوري منيحة، منيحة البوري، الخليطون مقبول. J'ai beaucoup aimé la présentation, c'est assez très original au niveau des couleurs. Au niveau des saveurs aussi, c'est très parfumé avec la cardamome. Il y a une idée de un peu orientale que j'ai apprécié aussi. Au niveau de la cuisson du saumon, c'était parfait. Voilà. خلينا نشوف شو عاملين الديزيرت. أول مرة فوت على لجنة التحكيم ولاقي كل الحكام مبسوطين بشكل الطبق، كلهم قعدوا يطلعوا فيا وابتسموا. شكل الطبق تحفة. عملت النهاردة رز بالحليب مع سيجار باستري كريم مع كريم تشيز مع صوص كراميل وكلي راسبيري. أنت اللي عامله ولا أحمد اللي عامله؟ هو ساعدني في البرزنتيشن، ساعدني في الأشياء، بس أنا اللي نفذت كل حاجة. كنت كتير متضايق، ما كنتش حابب كل الفضل يرجع لأحمد، مش حابب إن هو ياخد كل حاجة يعني. طيب يا محمد ميرسي، شكرك، اتفضل. قالوا لي أحمد اللي عمل الطبق ولا أنت اللي عامله؟ قلت لهم أنت. قلت لهم أحمد قال لي على الأفكار وقال لي على كل شيء وأنا نفذت كل حاجة. إيه برافو، خلص. وين المشكلة؟ احمد بان معدنه اكتر في الشغل وفي اسلوبه وفي تعامله في الشغل. يعني لو احمد لو انا شغال معاه في فتح مش هشتغل معاه. زعلان؟ لا يا عم مش زعلان. زعلان مني عشان اكلت من عنده. لا لا طلع فيه محمد. هزعل ليه؟ والله انا هزعل. You like it? J'aime bien. Je trouve que c'est un dessert intéressant. J'aurais vu le riz, je trouve qu'il n'y a pas assez de goût. Il est trop neutre. خليط الكريم باتيسيه مع الرز كتير طيب. الرز شوي ممكن لازم يكون اخف. حليب السكر كتير منيحه فيه. ماسك كله على بعض مع الفريز كمان كله منيح. طيب صحتين. خلينا نروح نشوف مطعم الفريق الاسرق. عباس الجوري عندنا. مرحبا سلمى، كيفك؟ الحمد لله. لما اجوا الجوري رحبت فيهم، طلعتهم لفوق، فرجيتهم المطعم، حبيت. بونجور، اهلا وسهلا فيكم بلا ميزون دو كاتر. انا اسمي سلمى ابو عليا ورح اكون الهوست لكم اليوم. تفضلي قولي لنا شو حضرتوا لنا اليوم. اول كورس سوب دي سيتروي. للسلاد عندنا دوو دو سامون اي كروفات سيفيتشي. البلا برينسيبال عندنا فيلي دو بوف بلون مع البوم بولونجي، والديزير تيو سيربيس. يعطيكم الف عافيه. حبينا الديكور، شو رايك بالديكور؟ تنكون صريحين، الفريق الازرق نقى اصعب محل بالبيت بالمنطقة كلها. الله يعطيكم الف عافية سلمى. خلينا نبلش، تفضلي. انا هني كنت خايف شوي يعني صراحة. يعطيك العافية عباس. الله يعافيك. شو حضرت لنا؟ شوربة اللقطين، بما انه موسمها هلا والجو بارد وجبال ووادي، فكون راح يتدفى بشوربة. طيب ثانك يو عباس. بالهنا والشفا. ميرسي. بون ابيتي. بون ابيتي. شيف جاك. وي. لا سوب اللي بون. Mais pour moi, il n'y a pas de. C'est un manque de créativité. C'est assez neutre. Je trouve que le petit biscuit qu'il y avait avec, il a un petit peu goût à pizza. Donc, je ne comprends pas trop l'intérêt. Mais voilà, pour moi, c'est un peu trop simple. Il n'y a pas de recherche. Je pense que si je mets un peu de herbe, si je mets du gingembre, si je mets un caractère à la soupe, parce que c'est une soupe latine. Chef Ball. Je suis un peu de herbe, je suis un peu de crème fraîche. لونه مش كتير لقطين، لازم يكون لونه يمكن شوي احمر اكثر تاخد على اللون اللقطين. مدام جمانه. الشوربه طيبه بس تحمل يكون كان فيها شويه ابتكار اكثر. خلينا ندوق السلاد.
اول ما حطيت صحني لما اطلعت على المهندس ملي هيك براسه انه بسطت فيها. ابراهيم يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو عملت لنا؟ شو هالسلاد الحلوه هاي؟ ميرسي. عملت سيفيتشي شريمبس نقعتها بالليمون والجينجر وحامض وفجل، وعملت السالمون كرافاد لاكس سالمون حشيتها بقلبها فيلادلفيا تشيز مع فجل وهورس راديش. ثانك يو ابراهيم. ميرسي. ثانك يو. ميرسي. كثير حد شيف سوزان طيب ولذيذ، نكهات كلها حتى الحر اللي ضايقك انا حبيته. J'ai bien aimé, c'est frais, il y a de la couleur, c'est assez joli. Le saumon, il est moelleux, il est très, très agréable au goût. La présentation est très bien, le cuisson du saumon mariné est très bien, mais il est très bien. Je ne sais pas comment faire les choses, mais c'est très bien. Sahtin. Tchou. Il est très bien avec l'entrée, bien sûr. Mais c'est la seule chose. الحر ما يعني حلو كمنظر بس طلع اني نص وحده حرقت لي ازاي. انا كمان زلعيمه. زياد يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شو عامل لنا؟ انا سويت الفيل تندرلاين مع البيس بوري، طبعا مع كريم ديجون مع المشروم كرامبس، وطبعا البطاطا عملتها طبعا فيها مثلا البصل سويت له مثلا سوتي، بس مو وايد انه يكون مثلا بيرنت، لا يعني كارملايز شويه، وحطيت فوقه شويه مرقه دجاج عشان يطلع فيه الفليفر. شيف جاك. Nous voilà. Alors je trouvais que c'était un plat très simple, c'était net, c'était assez bien présenté. C'était presque froid le plat, donc ça pénalisait un petit peu le goût. صحن كمان يعني متوازن، يمكن بيحمل كان كرياتيفيتي شوي اكثر. انا بحب الافكار اللي بيطلعوا فيهم. بون بولونجير شغله كثير مهمه. بصل كثير بالنسبه لي للبطاطا والبوري طيبين، بوري طيبين. طيب خلينا هلا نشوف شو الديزيرت اللي عاملين. ما شو حضرتي لنا؟ حضرت لكم بيستاشيو تشوكليت تارت، في فرماج بلون، فوق الفرماج بلون في بيستاشيو سالت و بام بيوري. شكلها بشهي. يسلموا، بون ابيتي. ميرسي ناجي. أنا في شيء ضايقني بهالصحن هو إنه في ثلاثة تكستير بيشبهوا بعضهم. شيف بول بديت شوي حسيت بجبنة، كانوا جبنة فيلادلفيا، كنا ضايقين قبل جبنة فيلادلفيا اليوم، كررت عندي بنفس المنيو الطعمة كجبنة. لا كريم شوكولا سي ني موس ني كريم، سا روسامل ان بو ان كريم مون بلان، سا مانكي ان بتي بو دو ان بو دو بانش. فوالا، البسكوي Pour moi, c'est ça manque de légèreté, c'est-à-dire qu'il est un peu trop dur en fait. طيب من بعد ما دقنا اكل الفريق الازرق واكل الفريق الاحمر بعتقد هلا صار وقت ننتقل على طاوله الارق. شو كنتوا مختلفين انتوا وبو؟ انت قعدت وتركت الشغل واخذت موقف؟ الحقيقه انه المشاكل اللي كانت بيناتكم اثرت على كل شيء،